أبغى الله أبغى الله أموت. أبغى ألعب دولي، ألعب والله خايبة بلاد وليدي، بلا شوف مشترك، شوف بلاد وليدي، بلا شوف والله مشترك. تكينا الحمرة، الموت من والله عبد وليدي الله تكينا الحمرة، والله والحياة من عبد تكينا الله. الحمرة وليدي، والله تكينا لا الحمرة، لا، أنا نقول لك كاينة الحمرة، كاينة الحمرة، وكاين كاينة الحمرة، القانون وكاين الله عز وجل. أنا الحمرة وليدي، أنا مشوية على وليدي بزاف 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 بزاف، مات لي يا بنتي عند 24 عام، مات لي أمي ومات واخ لي واخ، زمان خليك. وعالم من بزاف. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى من منطقة سباتة الجميلة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال لك اللي كيتعنى بالقوة كيموت بالضعف. شاب كيبيع الديسير، الحسد والغيرة ديال المنافس ديالو خلاه كيركب واحد الضغينة في ولده، وبالفعل دفع ولده باش ارتكب جريمة. هاد السيد هذا كان كيقولها ليه، كيقول ليه انت غنجيب لك ولدي، كيتعنى بولدو حين كيدير رياضة الكاراتي. وبالفعل جا ما فاتش معاه جوج دقات، ضربات قاضية ولاحو جوتة معايا أم أحمد، الشاب الجميل اللي كان خدام على راسو على ميمتو وجداه. دام علينا ودقع علينا كل شيء وجايب لينا لا كل لا، شيء. احكي لي اشنو اللي وقع. دابا ولدي انايا كان في السوق يبيع عشري، وباه شي 6 شهور قال لي والله صغير حرش عليا ولدي، ماشي دابا شي 6 شهور كيدي الكليان ولا ولدي كيلعب الكراطه، كنعلفوها بارك ما خدام ما ردي. هو بالنسبه ليه كيبيع وشري راه كيدي لي الكليان ديالو. شحال هذا قال لي ملي انا كنت مع ولدي قلت لي تفرق علي، ما خاصنا بيدك نبيع وشري. من دار جا ولد ضرب وقاتل ولدي، كان ناقش مع واحد اخر كيقول ولد مول البنوات، جيت ساكنتي انا كنعرف نلعب الكاراتي، عطيتيه بيبوني انا وعاودتيه بكود هنايا، طيحتي طيحتي يموت الدري مشارجي عليه. مشارجي بواد طاح موت. انا خدام عيطوا ليا قال لي جي ولدك سخفان ولا ميت ولا هذه، مشات جدي صابتو مي قالت وش بعال الموت وشدوه بركو بحال هكا، حيت واحد الدري قال لولدي انا شاهدت لي وكاين شاد راجل، شاد راجل بالماء كيفاش ضربه، كيفاش ضربه هو قال لي ضربوا بوني وعاودوا بالكود بهذا، هذه قال لي لا قتل تضربوا نجش طار الوتن طاح بموت، طاح بموت. انا ولدي جاتو المرض جي في الراس وما قالك لا ما بين القلب، ما كان عنده لا قلب عادي يدوس عادي. شكون اللي كيقول القلب؟ هما والدي، والدي قال لك ما يقولوا اللي بغاو ياك، عندك انت التشريح عادي كل شيء عادي تشريح، قال لي جاتو المرض جي في الراس. التشريح كيقول انه مات بالنزيف في الدماغ، يقولوا هما اللي بغاو يقولوا، يقولوا فيه القلب فيه المصارن فيه الرجلين، اللي بغاو يقولوا يقولوا. دابا انا بغيت ولدي حقه ما يضيعش، انا بغيت جلالة الملك يوقف معايا، بغيت حموشي يوقف معايا، بغيت كل شيء المحسنين يوقف واخ معايا. واخ احكي لي شويه على، احكي لي شويه على احمد. احمد شحال عنده من عام؟ احمد زيد في 2004 في شهر، في شهر 11 باقي صغير 20 عام. بعدي في 20 عام ما كمل في شهر، باقي ما كملهاش ملي مات، باقي ما كملش، ما كملتش ان شاء الله الاخر شهر 9. ما نكذبش عليك انا ولدي هو اللي عندك، عندي واحد اخر، انا ولدي هذا هو الكبير، كان صاحبي كان راجي كان خويا كان كل شيء، يما دوزوش مع راجي تحرمت منه مدوزها مع ولدي. ما الجيران كلهم يما نعس هاي نجي من سامره، وما نعس الا ما دخلته، وما نعس تنوقف معاه تيجمع سلعته، وما نعس حتى نجيب وليدي وتنغسل ليه رجلي وتنعوم انا كبير وكنعوم انا ونغسل ليه انا وكل شيء انا. معايا الجده، معايا الجده ديال احمد اللي ما صابراش، مسكينه ما صابراش ما صابراش. نمشي عند الناس يقولوا لي بعثي، نقول لهم الباس وخلي احمد ما نمشيش حتى البلاصه. شوف ولدي جاتني الكدره هذا من طاليان، هي ام تسمع وقلت لها ما نمشيش ونخلي احمد، ما نمشي تندي هو الاول طاليان. مرض ولدي الدار داخله سوق راسها تخدم وتجي لدارها تبرك، وانا مقابله لها وليداتها باش لحقنا مود الناس استاذ، باش لحقناهم باش اش بغاو عندنا. كان مهلي فيك احمد. مهلي فيا احمد، مهلي فيا، مهلي فيا، مهلي فيا احمد، وهرب عليا وليدي وخلاني هرب عليا الصباح يسلم وعشيه يسلم، وما نبقى يسلم عليا درك. شفتيه وهو طايح؟ انا مشيت ستو شبعان موت، مشيت ستو شبعان موت، الدري كيضربوه كيمشى بحالو. ضربوه هرب حتى الغدا جا عندي هنا ما طال لي الميزان، قال لي امي واحد دقيقه انا جاي. مشيت وليدي للكوزينه باغا نحول الغدا من الكوزينه للبيت، تدق عليا الدري قال لي خالتي ولدك طاح.
عندي مال وليدي قال لي عندو راه قال لي طاح لي طانسيو. قلت له انا ولدي عمره ما كان عندو طانسيو. الدري مسكين اللي جايني جاي الدري جاي باكي. الدري اللي جاني جاني باكي عارفه ميت ما بغاش يخلعني. هو مشى برك في القهوه مع راسه وتغيزو برك في القهوه ما هرب ما والو. ما عندو فين يمشي فين غادي يهرب. ما عندو فين يروح عارف راسه واش داير. غادي قتلو غادي يهرب. ما عندو فين يروح. ملي وقعت الواقعه وجاو البوليس جاو مشاو جابوه ديك الساعه. اه مشاو جابوه جاب سمو هذيك الساعه تقدموا ولا قدمتوا لي مشاو عادوا لدارهم ما صابوش صابوا دمو داتو. حيت انا خدامه شي ما حضرتش انا حتى السبيطار. فاش مشيت للسبيطار انا ما لقيتش ودي انا تو وعيطوا لي هما التليفون كنت خدام انا عادي الا كان تحت كنخدم تحت ما كنسمعش الريزو. ملي طلعت راحت شكل الطواليت صول لي التليفون قال لي واحد الدري كيسكن القصر قال لي يجي ولدك راه مات ميت ولا استغفر الله راه ميت في السبيطار ما بغاش يقول لي راه ميت. انا ما قريت من الطاكسي انا ملي كنت خدامه كتجيني واحد الضربه في قلبي وانا نقول واحد الدري غنطلع الطواليت نكب عليا الماء. ملي طلعت صوني التليفون قال لي ولدك جي استغفر الله ما درك مع الطاكسي. قلت لي شوف من الطاكسي ما جاني هذا الكلام ولدي مات ما يقولش لي صفر حيت ملي مشيت انا للسبيطار شكون اللي قاتلو كيقول لي شكون اللي قاتلو ما عرفتش شكون اللي قاتلو. ما الصحافه حتى انا ما كنتش ديك الساعه عارفه ولد من قاتلو. انا ولدي ما سالو انا شفت الراجل باه مدخلني للسبيطار باه ماشي للسبيطار سكتي باه ماشي للسبيطار وانا ما صحابش ولدو اللي قاتلو. كنت حاب نكذب لك ولدي اللي قاتل نشدو حتى انا نقتلو تما باه نشد الموت انا وياه تم. وتا ما خلاو ننسى واحد الدري كاين يسالك حتى قلت ليه في الموطور شكون اللي قتل احمد قال لي قاتل ولد بشعيب منصف. قلت ليه ويلي عاد عرفت اللي قاتل ولده. ديما كنقول لها منصف بعد ليا من ولدي منصف الله يهديك بعد ليا من ولدي. وانت ما تنساك من جمله خمسه وما كتبيع وما كتشري اجابك تم جمله خمسه جمله ثلاثه حدانا حدا دارنا. وشحال من مره قاسم اللي كنطلبوها باش يبعد ليا منها وما بغاش يبعد. دابا فاش وخصها قصير مجهد كيلعب كاراتي مجهد الاخر اللي قتلو. اه اللي قتلو مجهد هو ولدي ما ملاقاش معاه ملاقاش مع واحد الدري كيقول لي ولد ميكانيسي ولد مول بنوات علاش قال لي انا تيراجي هو وانا ودادي هذا الشيء علاش انا قصيت قلت له حيت انا كنعرف الكاراتي كنلعب كاراتي ضربتي صفيتيها لي مره واحده. من ملي وقعت الواقعه جاو البوليس داو داك الوليد اللي حتى هو قاصر انا كنعتبرو حتى هو ضحيه ديال والديه ضحيه ديال الاب ديالو اللي شحنوا على هذا الشاب احمد. فلو كان هذا الوليد ما كانش مشحون على احمد ما كانش غادي يدير معاه هذا الشيء لان ما كان بينه وبينه حتى شي خلاف. والخلاف اللي كان بين احمد وبين واحد الشخص اخر ماشي تا مع باه. ولكن الاب ديال احمد ديال هاد الولد اللي قتل السيد عنده ضغينه من احمد لا حول ولا قوه الا بالله. هو اللي دفع ولده انه يدير هاد الجريمه. ملي وقعات الجريمه واش تواصلوا معاك جاو عندك شنو اللي وقع؟ جاو مؤخرا عاد جاو قالك سمحي لي باش ينقصوا عليه. ما نسمعش انا كل هرسو كل شيء رقوب المواطن سمح لي باش يقتل لي ولدي وانا العزيز عليهم ونجيهم كلهم. انا كنموت عليه عادي هو انا تهجلت عادي 23 عام بويا مشى لطالين عادي 23 عام وصبرت عليهم وربي شاد عينك كنت مكنت من الحرام ربي شاد لي غادي يكون صيح. بقيتي مربياهم بوحدك. اسمع هي مقابله مني وانا كنمشي نخدم. شوف استاذ انا عمر السماحه يسمعها مني. عمر السماحه ما يسمع مني. انا اللي مكبره ولادي وانا اللي انا اللي باركه صابره على ولادي تكبرتهم رجاله. هذاك راه باقي راجل وهذاك راجل وقريتهم وخدام وما يشبروهم وما يديو تاع الناس واكلين شاربين في دارهم. غادي هاد الشهر يمسك يعاون عباه ما عنده صحه وما غفسوه فيه وخلاه. كان غادي يطلع كان غادي يدي باه في هاد الشهر غادي يدي مسكين يعاون. كتمشي غير فين مشاك الله. ها هو مسكين كانت عنده كونترا غادي يطلع فيها في هاد شهر 11 ها هو مشى عند الله. هذاك هو هذاك هو السبب في ولدي هذاك. ماشي انت اللي كتعزل الحياه ديالك فالله عز وجل هو اللي كيعزل وهو اللي كيختار ليك وهو اللي مكتب عليك الحياه والممات. فلا حول ولا قوه الا بالله. فالقضيه اليوم لا زالت في التحقيق. اليوم الأم تلقت معنا في المحكمة وخدات عندنا التليفون وعيطات لينا وجينا عندها باش تخوي علينا قلبها باش تشارك مع المغاربة الحزن ديالها. أحمد شاب اللي ملي جينا للدرب هنا الوليدات ديال الدرب كيشكروا فيه وتيعاودوا تيقولوا واحد الشاب اللي ما شاء الله كان متخلق داخل سوق راسو
ما عنده لا مشاكل لا والو مع الناس، الا ان هذه هي الدنيا. الله انت تريد وانا اريد، ولكن الله يفعل ما يريد، سبحان الله. فاعزائي المشاهدين، ما غاديش نطول عليكم، وانا كنوعدك الوالده حنانة غادي نبقاو متبعين معاك الدوسي ديال ولدك، تيخرج من التحقيق ويمشي للجلسات، وباذن الله الروح عزيزه عند الله، ما عندكش من الشخافي، وغتاخذي حقك باذن الله. اعزائي المشاهدين، كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير، الى اللقاء.